مات؟ أنت ما أكلت مقالي ذوقه؟ تمام إسراء. أختي رح آكل. تتذكر كيف بدي أنسى شتوية 99 أنا؟ إيه؟ من كتر البرد كان يتجمد قلبي وقت المناوبة والله. عفوا بس سؤال، يعني عاصم أنت أي سنة كنت بالعسكرية؟ سنة 99 وهالشي بمدينة موش. شو ما كنت عم تسمعني ولا؟ شو صرنا ساعتين عم نحكي؟ يعني أنت ما أجيت على اسطنبول بهديك السنة، يعني ما حطيت رجلك فيها أبدا، كنت بالعسكرية طول السنة؟ قضيت 18 شهر سنة 99 بمدينة موش. استنى بدي أعيد السؤال، وقت 99 ما أجيت على اسطنبول؟ ما أجيت ولا مرة لما كنت بالعسكرية؟ ولما أنا كنت لسه مخ الآن كنت أنت هنيك. كيف بدي أجي؟ هاد معسكر جيش، يعني أنا كان عندي إذن بس ما أخذته مشان أتسرح بكير. أخي عاصم أنا خلقت سنة 2000. إيه والمعنى؟ أنت ما حكيت لي من قبل عن العسكرية ابنه؟ يا ولد شو هاد اللي عم تقوله؟ مانك أنت يا ربي، والله مو أنت، الحمد والشكر إلك يا ربي. لك حتمات شو اللي صاير معه؟ نحن عم نشرب وأنت اللي سكرت. لو تعرف أنا قديش هلأ مبسوط، بس لو تعرف قديش أنا مبسوط هلأ. أنا شو عمل؟ خليني روح أنا يا أخي، صحة وعافية. لك أنت شو كنت عم تشرب؟ قل لي مشان أشرب مثله. بحلف لك هذا بس لأني كتير مبسوط، صدقني أنا بحلف لك. أنا رايح برجع بشوفكم، يلا بالإذن. روق شوي لوصلك على الباب. عين يلا أنا لازم روح. حكمات المانتو؟ نسيت المانتو ما؟ يسلموا رح أمشي. حكمات أنا بعرف ليش أنت إجيت لهون اليوم، كنت حابب تشوف إذا وضعي أنا هون منيح ولا لا. طمن قلبك ما تخاف علي، أموري مع عاصم كتير منيحة. تمام رح روح. تمام قليبول. شو عم تعملوا؟ شو لوين طالعين بهالليل؟ قلولي شوفي شو ربحتوا يا نصيب وضيعتوا الورقة؟ أخذوا لي لاسم من شوي على المشفى. شو قلت؟ ارتفعت حرارتها فجأة. في شي خطيرته لا يخبروني؟ لما ارتفعت حرارتها وبلشت ترجف لميس وبدر أخذوها على المشفى بسرعة. يا الله. لا وفوق هيك مشان تكمل طاف الحمام عند تولاي. حظنا الحلو رح يشتغل. ايه بالضبط. وين رح نروح بحالنا هلأ؟ على بيت بدر. بدر؟ أحمد والله لميس بتقتلنا. أساسا أختي هي اللي قالت نروح لهني. يلا الأولاد تجمدوا وخلصونا بقى. شو عملتي؟ فوت فوت نايمين حطهم هون. جبت أغراض الأولاد كلهم؟ شكرا مرتضى. كيفكم؟ والله ما بتتخيل قديش نمناح. شو عملت بخصوص البيت؟ والله شغلت البيت طويلة كتير، يعني بده يكسر سيراميك ويفك أنابيب. تنظيف الوسخ لحاله بكفي، يعني علقتنا ما حتكون سهلة. على طول كل شي هيك بيجي ورا بعض. قومي نروح، شو قاعدين عم نساوي؟ شو اللي عم تقوله؟ شو بدنا نعمل؟ يا أولاد اسمعوني، بتسكروا الابواب منيحة عليكم وما بتفتحوا لأي تمام. حدا، وإذا احتجتوا لأي شيء نحن هون بالقهوة جنبكم فورا خبرونا. تمام ماشي يلا بخاطركم. الله معكم. الله معكم. يلا شكرا كتير. يلا بشوفكم. دبوا على حالكم. يلا سلام. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.